تعقد هذه القمة بعد 3 أعوام من الانقطاع. فعقد القمة في ذاته هو بشرة جيدة، لأنه العرب في هذه المرحلة بالذات في وقت الاستقطاب، في حالة الاستقطاب الدولي، حالة التكتل، حالة السيولة في الوضع الدولي التي نتابعها جميعا، الصعوبات الاقتصادية، هذه اللحظة بالذات تحتاج للتضامن العربي، للتكتل العربي، للاحتماء بالمظلة العربية. يعني نأمل أنها طبعا ونتطلع جميعا أنها تكون قمة جديرة بهذا الشعار، شعار لم الشمل، وهي كذلك هناك من المؤشرات ما يشير إلى هذا. دايما هناك يعني امال اكبر وطموحات في لم شمل كامل يشمل الجميع.